دي عينه من العربيه بتاعتك؟ هي بعملها دي. هي انت بتعمل دي؟ اه. وانت بتحسب عربيه نقل؟ لا، عربيه اكبر شويه من ديت. ازيك؟ ربنا يكرمك يا باشا. عامل ايه؟ ربنا يكرمنا ويكرمك. وريني العربيه كده من غير ما تغطيها. الله، اتفضل يا باشا. جميله قوي، كاتب عليها آية ورا اهي، الحمد لله. لا دي مش آية، الله الحمد لله. طيب بس يعني إذا اعتبرتها من الفاتحة وبتمشي كده مظبوط جدع، بتمشي وتلف شمال ويمين. لا ولا اسمك ايه بقى؟ اسمي حسين. ازيك يا عم حسين؟ ربنا يكرمك. دي بتعملها بتبيعها لحد هنا تحت الربع؟ بتبيع لمين في تحت الربع؟ في واحد هنا بياخدهم ونقابلنا حد على القهوه عايزها اديها له. بتبيعها بكام دي بقى؟ ببيعها ب 170 ب 180 انا وظروف الزميل. 160 150؟ لا لا. ها؟ لا. طيب انت بتقعد تعملها في قد ايه؟ ده انا كل 3 ايام اقعد اعمل واحده. ياه. مش مغرم بيها قوي يعني. بس هي دي بقت شغلتك دلوقتي؟ لا. امال انت مش شغلتي. امال انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا كنت عرباجي جوه هنا في الشارع ده 40 سنه. 40 سنه في الشارع ده. فلما الدنيا اتضحكت. وهنا حوش ادم برضه؟ لا، حوش ادم في الغوريه. قدام. ده حوش شرقاوي. حوش شرقاوي. فزي ما تقول ايه، قلت اي حاجه اكل عيالي منها وخلاص. لا استنى بقى، خلينا نرجع الاول لورا. انت منين اساسا؟ انا من هنا، من تحت الربع. من مغربلين. مغربلين. وابوك كان بيشتغل ايه؟ ابويا كان عرباجي برضه. كويس. وبعدين اشتغلت معاه؟ علمني الشغل. انا كنت صبي. تقعد جنبه بقى؟ كنت مكانجي. مكانجي ايه؟ مكانجي بتاع خشب. وقت الانفجار تخرج خشب. كنا بنعمل الكعب زمان، الكعب بتاع الحريم المؤاخذه. كعب. كنت تعملوه. وبعدين ايه اللي خلاك بقى كملتش بصنعه ابوك؟ سبت ليه الكعب الخشب ده؟ حلو. شغلنا حلو. هو اللي يعني الله يسامحه ابوك. كان غاوي حكايه الايه، الجو الزوس دي. واخد بالك؟ فمين اللي مين الضحيه في الوسط؟ احنا. خلف كتير؟ ما خلفش ولا عمل. انا بس الصبي على 4 بنات. وجوازات على طول، وبقى غاوي الحكايه، صرف فلوسه كلها. مش كده؟ والحمد لله وربنا. وانت اشتغلت بقى معاه بقى؟ اشتغلت عرباجي وخلاني بقيت عرباجي. طب كويس كويس. فاكر لما كانوا يقولوا العرباجي علي عوض؟ ايه حكايه علي عوض؟ تعرفها؟ والله انا سمعتها في الشارع زمان ونداله ولا علي عوض. سمعتها. بقيت غازي العرباجي. سمعتها. الحقيقة مش عارف، هدور عليها في النت اشوف ايه اصل علي عوض دي. ويتغاظ بتوع الجيزة اللي طلعوها. كويس. وبعد بطلت العربجة بقى بيقولوا بس حد يسمي لك البهايم. ليه؟ حقد. هنا في الحتة بتاعتك؟ بلدي. في حتتك؟ وما عرفتش مين اللي سموه؟ وقدر عرفت اعمل له ايه؟ هو يحاسبه. بطلت العرب بقى؟ بطلت الشغل بقى. من كام سنه بقى؟ بقالي 7 سنين. 7 سنين. وبعدين رجعت تعمل الحكايه دي؟ لا دي خدتها غية كده. امال انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ اشتغل تباع جوه. بتتباع؟ يا راجل. واللي بقدر عليه بشيله. انت فيك صحه تشتغل تباع؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ انت عندك كام سنه؟ عندي 70 سنه. احوج لعيالي. عندي العيال بس هتحوج لهم؟ لا، عايز اموت وانا شغال كده. وتباع على ايه بقى؟ على بضاعه ايه بقى؟ يا خبر ابيض. بتشيلوا خام؟ بتشيلوا خام على العربيه بقى ولا ايه؟ لا لا، عايز ينزل العربيه، عايز ينزل حاجه. الصلاه على النبي. ده شغلك اليومي؟ وساعات احط بالجمعه ما استفتحش. في الرخام كمان؟ يعني انت بتبقى واقف في الحته. تعالى يا حسين. شيل. بتاع العربيه دي حاضر. امسك معاهم حاضر. هقول ايه غير حاضر؟ وتقعد طول النهار بقى على كده. وساعات يجي الشغل وساعات ما يجيش. وقعد بالجمعه. بتعمل ايه بقى؟
اعمل عمل عمل ربنا. اقول ايه؟ طب اتجوزوا، عندك ولاد كلهم اتجوزوا طبعا خلاص؟ لا معايا اثنين ما اتجوزوش. ولادك عندك رجاله قد ايه؟ من شر ايه؟ عندك رجاله؟ عندي اثنين رجاله اللي قاعدين معايا في البيت. ما اتجوزوش؟ لا. اشتغلوا ايه طيب؟ شغالين. علمتهم؟ بياكلوا امهم. علمتهم؟ لا اتعلموا شغل صنع. ما علمتهمش ليه؟ اللي قاعد لغايه سنه تانية وطقشي. تانية اعدادي ولا ابتدائي؟ تانية ابتدائي. اه وانت ما اتعلمتش طبعا؟ لا الحمد لله. ما تعرفش تقرا وتكتب ولا حاجه؟ لا. ولادك دول ما يعني مش كبروا بقى وبرجاله؟ رجاله. اه طب ما يساعدوك بقى مثلا. طب مثلا ايه؟ طب المثل ده ما بيتحققش ليه؟ قول يا حسين. ايوه يا حاج. المثل ده ما بيتحققش ليه؟ عمري ما بطلبها. ما بطلبهاش. الشوم قاعدين معاك؟ ايوه يعني هقول لهم. لا اللي ما بصش من الغربال يبقى البعيد اعمى. يبقى اعمى صحيح. ربنا ما يحوجك لحد. سيبك من الشغل شويه اتكلم معاه بقى. انت واخدها جد قوي. الناس دي؟ لا معلش لا. فدلوقتي انت بتشتغل الحكايه دي، تقعد كل ثلاث اربع ايام تعمل حته زي دي. اه. وتبيعها للراجل اللي بره. اه. ومفيش حد تاني تبيع له، ما فكرتش تقعد انت وتعمل ديت وتقعد تبيعها؟ ما حدش بيطيق حد. اه ما حدش هيستحملك بره، كل حد هيستحملني. اه. يعني الواد ده وصاحب المكنه دي بتاع كراسي. كراسي القش بتاعت زمان. ايوه ايوه. لما قلت له ديك النهار انا عايز اقعد هنا، قال لي اقعد. افتح لك الدكان وتقعد. طب ده الوحيد ان الراجل طيب. انا مش عايز اتقل على حد فاهمني. انا بقعد في البيت بخبط ورقع. اشتغل في البيت. اه. وتجيب الحاجه تبيعها هنا خلاص. اه. والحكايه دي مقضيه معاك؟ والله احسن من ما فيش. احسن من ما فيش. انت ما بتاخدش معاشات من بتاعه الدوله دي؟ 300 جنيه بتاخد. هيعملوا لي ايه 300 جنيه؟ اجره سكن ولا اجره؟ انت ساكن في سكن قديم اكيد. ما انا ساكن في سكن قديم ب 150 قرش. اه طيب. ما بدفعش نور، ما بدفعش ميه. بتدفع ادي قصدي. واكل وشرب والحمد لله وهي ماشيه. واخد بالك؟ وهي ماشيه. امال نعمل ايه؟ طب بقول لك حاجه، ابوك الله يرحمه غلط انه اتجوز كتير وما عملش حساب للزمن. لا انت كمان ما عملتش حساب للزمن. اه ليه؟ عشان ما فيش حاجه فايضه. اه عشان ما فيش حاجه فايضه. ابوك كان عنده فايض. ابويا باع البيت ب 4000 جنيه. اه بيت اللي خده بنى عماره. هده بنى عماره. واخد بالك؟ انما انت طول عمرك اللي جاي رايح. اللي جاي مفيش حاجه فايضه. مفيش حاجه فايضه. انا نفسي 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 من ربنا ان ما تحوجش لاولادي. ولا تحوج لحد. يعني اغلبيه وقتي انا من غير عشاء. الناس يا حسين بتربي عيالها عشان في الكبر يونسوا ويساعدوه. ايوه. انت بقى قلقان من الحكايه دي؟ مش قلقان. اقول لهم عايزه تحصل. اقول لهم ايه؟ ما انتم معايا في البيت. شايفين الدنيا مثلا. اه واخد بالك. ملهيين في شغلهم وحياتهم. انت بص تلاقي الشاب من دول يروح يجيب هدوم ويروح يجيب مش عارف ايه وعاوز يتجوز وعاوز يعمل. وما انا اقول له كفي نفسك. اه شيل نفسك. آه. كويس ده. ايوه ده كويس. شيل نفسك. وانا والولية اللي ربنا بيرزقنا بيه بناكل بيه. بس. هعمل ايه تاني غير كده؟ اللي بقدر عليه بعمله. اللي بقدر. انت بتنزل كل يوم تقعد هنا؟ او في الشرقاوي جوه. في الشرقاوي جوه. اه. اه. واجي واروح المغرب. تفضل اعمل اللي عليا. اه. اروح. آه يعني بقى. انت تصحى تيجي تقعد في الشرقاوي على الله. آه. الرزق من عند ربنا. ايوه. تقعد مستني. آه. تشيل. اي حاجة. اي حاجة. في حاجة اسمها تاكس. اللي بيشيلوا عليه الرخام. هوريهولك دلوقتي. اه. دوت كنت بعمله. تصنعه. اه. اه. اجيب خشبة. وزاويتين حديد وجزء عجل واكس. اه عارفه ده. عارفه. آه. عارفه عارفه. واخد بالك؟ ويحطوا عليه الرخام كده زي الازاز. آه. يرصوه كده ويشيلوا ويمشي بيه مش كده؟ آه. اه واخد بالك؟ فلقيت الناس هنا انا ببيعهم 200 جنيه كل حكايه. اه
في السيدة عائشة بيتباع ب 220 و 250 في السيدة عائشة بيعملوه. فالمقصد لقيت الناس ده خنقتني هنا. ليه؟ اقول لك ليه. التاكس لازم يجرى له حاجة. اللي خلى البني ادم بيجرى له حاجة صح ولا مش صح؟ يتكسر يتعمل. هم مش عايزين كده بقى. يبقى بقى له شهرين عنده عدم العافية ويجي يقول لي ده لسه واخد الجمعة اللي فاتت ورجله اتعملت. خنقوني بقى من كده. بطل. لو هو شرير من السيدة عائشة هيروح. لا هيروح. خلاص عرفت بقى. الدخان القريب بيعمي. الدخان القريب وحش. اتخنقت رحت ببطل الشغل. انا بقعد ربنا رزقني ما رزقنيش بروح. ورحت قاعد مفكر في العربية اللي هي دي. واخد بالك؟ هاتي وهي ماشية. كانت شغلانة كويسة العربية كارو دي. كانت شغلانة كويسة. ده واحد جاب لي جوه حصان ب 16,000 جنيه بيساعدني. بيساعدني قال لي خد اشتغل بيه. كل منه واشبع. راجل جدع. راجل الله يكرمه. ولغاية دلوقتي بيجي كل جمعة بيديني 50 جنيه. كويس والله. يعني عشان خاطر انا زي ما تقول ايه هو كان عايز صغير وانا كبير في الشارع. اديني الحصان اديني مش عارف ايه اركب عليه بيفرح. هو شايلها جميله بقى. هو شايلها جميله. وراح فين الحصان ده اللي مات؟ لا ده بتوع انا اللي ماتوا كانوا ب 11,000 جنيه الاثنين. بس انت كان يصاحب برضه حسين تعمل حساب للزمن مره ولا ما كانش؟ وكان قدامي كل دكاكين فاضيه. طب برضه وبلاش. بس انا اللي ما حطهاش في دماغي. قلت بكسب من شغلتي. يبقى هبص لدي ليه؟ ادي. والحمد لله. اللي فاضل مش كتير. ربنا يديك طول العمر. ربنا يكرمك. ربنا يديك طول العمر. يعني اتبسطت في رحله الحياه يا حسين؟ لا انا اتكسرت كتير وقعدت في المستشفيات كتير. وقعت من العربيه كتير؟ لا الرخم بيوقع عليا. دغدغك؟ لغايه دلوقتي لابس ركب. وبجيب علاج كل 20 يوم ب 200 جنيه. علاج الاعصاب وبتاعه نشيل ونحط. ومع ذلك بتنزل تشيل. لازم. حياتك كانت كلها مهبره يا حسين. ما عملتش حساب روحي. كنت بكسب. كنت بكسب. ما لقيتش حد مثلا واحده ست زي اللي معايا تقول لي مثلا ايه شيل يا حسين شيل مثلا 50 جنيه دي لبكره. لا اللي جاي رايح. دي الغلطه بقى. ما انتبهتش انت. الحمد لله يا عم. اللي فاضل مش كتير والله. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. بس تنزل تشتغل وتكافح في الحياه. الحمد لله. وبناتك يتجوزوا؟ اي واحده. وهي واحده بنت اتجوزت. جوزها بيشتغل ايه بقى؟ جوزها بتاع رخام. طب كويس. جوزها راجل كويس يا اخي. طب الحمد لله اهم حاجه دي. مستوره وعالي العالي. الحمد طيب لله. طيب. نشتغل بقى شويه؟ اشتغل. ربنا يديك الصحة. ربنا يكرمك. اشتغل. ربنا يكرمك. ربنا يديك الصحة. الحمد لله. بتبقى مبسوط انت بتشتغل؟ انا بشتغل غصب مش بنية. عشان خاطر الحوجة مرة. بدل ما اروح لواحدة اقول لها 10 جنيه. اقدر ان هي قالت لي هتعيش وانت جاي. واخد بالك هما معيش. ابقى ميت لما اروح اقول لواحد هات 5 جنيه اجيب عيش. ببقى ميت. وتاني يوم اديها له. ان ربنا رزقني اديها له. امال اعمل ايه؟ ايه اللي اعمله؟ فكر فيه وانت بتشتغل كده. وانت قاعد تشتغل كده فكرك بيروح فين؟ بيصعب عليا روحي. بيصعب عليا روحي. وقعدت شويه ايام اقع وانا ماشي. تدوخ؟ لا ما دوخش. الاعصاب بتسيب. اروح واقف الارض. من الفكر ولا من اعصابك؟ من الفكر ومن قله العلاج. فوت يا ماما براحتك. واخد بالك؟ من قله العلاج. ما بتاخدش الدواء؟ ما باخدش العلاج. هم اربع اصناف برشام. ساعات ما بتقدرش تجيبهم. ما بجيبهمش. اروح لكام واحد كويسين زيك كده اقول له هات لي ايه الشريط ده. وده هات لي الشريط ده. بلم العلاج كده. بس ما تروحش لابنك. ما هو ابني شايفني يابا. ما انا ما اقولوش.
هو ما هو شايفني. ربنا يديك الصحة. الحمد لله. صباح الفل. احنا ناركو ابيض. ناركو زي الفل. نارك قشطة مش طالع على النبي.